اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من الرئيس. ليه بنحاول نقدم رؤيه عن المرشحين المحتملين للرئاسه؟ لانه الاعداد كبيره جدا، ولما يبتدي يتفتح الباب ممكن تزيد كمان باب الترشيح، ممكن تزيد الاعداد اكثر واكثر. المواطن لابد ان يعرف اغوار النفس البشريه من خلال المتخصصين والمحللين. متخصصين مثلا في التواصل البشري قالوا عن الرئيس مبارك في الرئيس المخلوع مبارك في بعض الخطابات القبلة الأخيرة أو الأخيرة قبل التنحي، عمل كده مثلا أكتر من مرة، دي مردودها إنه بيكذب أو خجلان من اللي بيقوله أو غير مقتنع في اللاوعي باللي بيقوله. ضم صابعينه وعمل ثلاث صوابع كده، فده معناه تهديد ووعيد، أنا أو الفوضى كما رأينا إلى آخره. فإحنا النهاردة وفي كل حلقة من الرئيس بنقدم مردودات الحركات الجسدية والفكرية من خلال الأساتذة. يسعدنا أن يكون معنا أستاذ ريهام الهواري، خبير مهارات التواصل وإدارة المظهر. أهلا بك. أهلا وسهلا. معنا دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي. أهلا بحضرتك. ممكن نشوف النهاردة دكتور أيمن نور بروفايل عنه، معلومات شخصية، ونرجع على طول. يعد أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة والمعارض الليبرالي المصري، أحد أهم المميزين في انتخابات الرئاسة 2011، نظراً لخوضه الانتخابات الرئاسية 2005 أمام الرئيس السابق مبارك، إلا أنه فقد العديد من شعبيته على خلفية محاولات لتلويث سمعته واتهامات بالعمالة للخارج، إضافة إلى أن شعبية الأول اكتسبت نتيجة كره الشعب للنظام البائد. وبعد ثورة 25 أصبح الأمر مختلفاً نظراً لصعوبة المنافسة. وعلى صعيد آخر يحسب لنور كونه من القلائل الذين لديهم برنامج واضح ومنشور للانتخابات القادمة، ولم يحدد حتى الآن إن كان نور سيخوض الانتخابات الرئاسية عن حزب الغد أم أن القضاء سيحسم أمر الحزب لصالح جبهة موسى مصطفى موسى، ليقع نور في مأزق جديد. اعتمد نور على شعبيته التي تولدت من وضعه بالسجن من قبل النظام البائد، وتغير خطابه الآن ليكون في اتجاه مبادئ الثورة، وأصبح كثيرا ما يتحدث عن الليبرالية الاجتماعية إعمالا بشعار الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. نقول بقى نقول اتفضل يعني الانطباع الأول عن دكتور أيمن نور. دكتور أيمن نور في ميزة جامدة قوي، ان هو زي ما بنقول ثابت على حركات او لغه معينه من بدايه انتخاباته القديمه في 2005. هو هنتكلم على الانطباع، نتكلم على الالوان. طبعا هو ليه شهره في حته الالوان، استخدام الالوان الصرخه، الزعقة، اللي حتى اختيار اللون الاورانج اللي هو حاطه في كل الدعايه والاعلام بتاعه، هو الاورانج بيديك احساس بايه؟ واللي قال له ده اكيد واحد فاهم، اللي قال له استعمل اللون الاورانج ده. اللون الاورانج البرتقالي، البرتقالي، تفاؤل، حركه، ديناميكيه، جذب انتباه بالظبط. فهو اللون 100% استخدامه صح. تمام. دكتور ايمن كمان يحب الحاجه الالوان، حتى تلاقيها في الكرافتات بتاعته على اختلاف المرشحين اللي موجودين على الساحه. لا، الوانه زعقه، ده انا موجود، زي ما بنسميه لاود، صارخ. صارخ. طبعا ده يدل على الثقه. عايزه اكد على حته الثقه، الثقه مش الاعتداد بالنفس. الثقه اللي هي بتنبع من ان انا عملت موقف ما او دخلت تجربه ما كذا مره واثبتت فيها نجاح، فاطمنت لها، فبقيت اخش الحاجه وانا قلبي جامد. فدي الثقة بتنمع من العمل والتجربة والنجاح. معناها ثقة يعني هي مرادفها ثقة، اللي هي الكونفيدنس.
دي الكونفيدنس. تمام. فهو عنده دي طبعا عاليه قوي. تمام. دكتور المهدي، هل يعاني دكتور ايمن نور من عقده اضطهاد النظام السابق؟ هو بالتاكيد اضطهد وما زال يمكن يشعر انه فعلا لم ياخذ حقه، لان هو لديه رغبه قويه جدا في الصعود. وتشوف ده في التقرير لما جه، حركه اليد حركه رئاسيه تماما، وحركه اليدين والاشاره للجماهير، ولديه احساس عالي جدا بالذات، ولكنه يشعر دائما انه لم ياخذ حقه. مر بخبرات يعني مؤلمه كثيرا، ولكن برضو يبدو ان يعني له دخل فيما تعرض شعور او يعني يتعرض يعني ده شعور يجب ان يتخلص منه، ولا ده طبيعي؟ لا يعني يجب ان يفكر لما حدث ذلك. ربما هو يعني يقول لنفسه انه حدث ذلك لانه انا مناضل ضد الاستبداد وضد الدكتاتوريه. دي الاجابه اللي ممكن تصدر من داخله لنفسه. ولكن يجب ان ينظر في احتمالات اخرى. انا بس ساشير من بعيد الى بعض الاحتمالات الاخرى. انه يعني في اوقات كتير بيبقى الموقف الدكتور ايمن ملتبس بعض الشيء. يعني مثلا في وقت من الاوقات كان في حزب الوفد، ولكن كانت له علاقات قويه جدا بالحزب الوطني، وقيل فيها ما قيل، انه مثلا ما تبقاش فاهم الهويه بوضوح قوي، هو على اليمين ولا على الشمال ولا في الوسط ولا فين. هو متحدث لبق جدا، وكل عباره واضحه ومحدده. التوصيف هنا إيه؟ لكن مجموع العبارات ممكن يدي معنى ملتبس، وده بيخلي يبقى في يعني حوالين ايمن نور جدل. هو شخص مثير للجدل على المستوى السياسي وعلى المستوى العام. يعني ده يبين عدم وضوح في الشخصية أو عدم وضوح في الهوية، في التوجهات وفي الهوية. وبتوصل رسائل ربما متناقضة أو متعارضة للي بيشوفها. تلاقي في ناس بتحبه جدا، وشايفين إن ده مرشح شاب ويمثل الليبرالية الحقيقية، وفي ناس يعني لها رأي آخر مختلف ومعاكس لده تماما. تمام. أستاذ ريهام، الجاذبية. هو دكتور أيمن بيتغلب، هو أولا هو على دراية كاملة بنفسه. يعني هو عارف هو نفسه إيه. يعني واضحة في كلامه، واضحة في عباراته. راجل very methodical. يعني لو تلاحظ الحاجات المشهورة بتاعته كمان لما بيتكلم يقولك إيه، واحد اثنين ثلاثة، دايما بيعمل يعني لا في افكاره مرتبه، في حاجات واضحه. تمام. فالحته دي عند الدكتور ايمن بيتغاضى بيها عن الحته بتاعت الكاريزما. الكاريزما اللي هي الجاذبيه، لما احنا بنتكلم البني ادم اللي يقدر يمنتين معاك اي كونتاكت. الحته دي الدكتور ايمن بيفكر كتير، وبيفكر وبيوازن الكلمه، فتلاقيه دايما مش باصص. تمام. يعني في كتير قوي من برامج تلاقيه باصص. اذا ادوات التواصل عنده ضعيفه شويه. ده معناه الكلام في حاجات معينه محتاج. ايه مناطق القوه ومناطق الضعف؟ طيب مناطق الضعف اللي هي الحته اللي بقول لحضرتك عليها. هو بيفكر ويوازن، اقول ولا ما اقولش، طب اقولها باني طريقه. فتلاقيه دايما وهو بيتكلم كتير قوي الاي كونتاكت بتاعه اللي هي النظر، التواصل البصري بيتقطع. في برنامج كان البرنامج بتاعك معظم الكلام وهو بيتكلم كان بيفكر، بتلاقيه باصص لتحت باصص لهنا. هنتغاضى عن موضوع الصوت لان هو كان لسه جاي من ميدان التحرير وصوته رايح شويه، فمش يعني هنتغاضى على نبره الصوت. لكن الاي كونتاكت بتاعه مش دايما متواصلة. فدي مشكلة من. طب ما تيجي نشوف لقاء لدكتور أيمن نور وندخل في شخصيته أكثر وأكثر مع السادة المشاهدين. ده بيتي التاني يعني. أنا قضيت فيه يعني على الأقل 7-8 سنين اللي فاتوا، أنا قضيت معظم الوقت كنت في سجن. طبعا خلي بالك أنا عندي صداقة مع الأشياء والأماكن والأسوار والأشخاص. مش عايز أقول الأشخاص، لكن ما عادش في زي الخوف مع الأشخاص. دكتور محمد المهدي، يعني من خلال حديث دكتور أيمن نور، كيف تجد
ملامح الشخصية وملامح أيضا الشخصية النفسية من الداخل؟ إنه الشخصية فيها مساحات كتيرة غامضة. يعني مساحة الغاطس عند الدكتور أيمن كبيرة. الغاطس بمعنى الغاطس في الشخصية اللي هو المختفي الذي لا تراه. الجزء الذي لا تراه. يعني القناع الاجتماعي واخد مساحة كبيرة. الشخصية نفسها، أصالة الشخصية لا تستطيع أن تنفذ ليها بسهولة. وده يعني الظاهر غير الباطن. مش عايز أقول ده بالضبط. طيب لكن إيه؟ لكن هو من كثرة ما تمرس في العمل السياسي من سن مبكر يبدو أنه يعني تعود أن يكون القناع الاجتماعي بارز أكتر. وده بيحرم اللي بيشوفه من أنه يرى الشخصية الأصيلة، الشخصية جوهر الشخصية. الدكتور برضو أيمن يعني بيدخل في مشاكل قانونية كتير. يعني تلاقيه دايما في قضايا مرفوعة وقضايا بتترفع وقضايا مش عارف إيه وكلام من ده. ده ممكن تقول إنه هو ده نتيجة لما يتعرض له الاضطهاد وإنه راجل تمام. مناضل تمام. ممكن من ناحية تانية تقول أن لديه سرعة في الاشتباك بالسلطة ويعني تصارع شديد مع السلطة، ممكن ما يكونش مبرر في أوقات طيب. كتير. أستاذ ريهام، لو اتكلمنا على باقي السمات في التواصل البشري، حضرتك اتكلمت عن لغة الجسد والكاريزما والتواصل البصري، ثقافة الاختلاف والقدرة على الإنصات، مهارات الإنصات إلى آخره، والقيادة أيضا في التنمية البشرية، بتشوفيها ازاي؟ الراجل بصراحة يعني عدى فترة طويلة، 10 سنين بينتقد، 10 سنين ومش ينتقد، ينتقد من السلطة ويتحط. فلا يعني هو بتهيالي الموضوع ده مش مشكلة كبيرة بالنسبة له. صدق. يعني عدى فيها كتير. الجزء القيادي، لو هنتكلم على الروح القيادية، أنا بحب أقولها دايما الروح القيادية. تمام. عند الدكتور الدكتور لما جه بيعرض البرنامج بتاعه، هو حاسس وعارف الناس، نزل وقابلهم، عمل الفيزيكال كونتاكت اللي هو نزل شافوني وشفتهم، تواصل بالجسد معاهم، يعني لحم ودم. يعني الحته اللي تعجب الشعب المصري، لان الشعب المصري شعب عاطفي، ان انا نزلت له وهو عمل كده. وده يبان قد ايه هو نشط في الحته دي، وبالتالي يبان قد ايه هو بيهتم بالعلاقات الانسانيه. من طريقه كلامه وطريقه شرحه، هو يميل الى الشعر والاحاسيس. لو تاخد بالك حتى كلامه لا يدور على السجع كتير، عنده مفردات اللغويه عاليه. هو مرتاح في لغته، ولكن غير مرتاح في نظرات في عينيه. وقد لانه يعلم ان العين دي مفتاح الروح زي ما بنقول. وعشان كده بقول لك هو على درايه عاليه، هو يقدر على ايه وما يقدرش على ايه. بمناسبه الاستغراق في ان انا كنت مضطهد وانه حصل لي وحصل لي وحصل لي، لا ده هو كمان دكتور ايمن مثلا اشترى احد مقررات جيل المستقبل اللي كان مسؤول عنها جمال مبارك، عشان يعلن منها ترشحه للرئاسه. يعني طبيعي الشخص اللي تعرض لهذه المشاكل يبقى جواه تشفي مثلا، مش عارف تترجمها ازاي، او يمكن ان تكون ده نوع من التنافس اللي هو كان بيشعر ان هو بيضطهد ويستبعد حتى يوسع الطريق لجمال مبارك، لانه ده شاب وده شاب. وطبعا هو في الخمسينيات دكتور ايمن، لكن بيعتبر في عرف السياسه شاب. وجمال مبارك كان شاب،